خصوص المنع، فان هذا ان المنع زعما حنا ما فهمناش، لان شفنا الاعتصام اللي دار في مدينه وجده ديال طلبه الطب امام الكليه. كان واحد الاعتصام اللي هو سلمي، داز في اجواء جميله جدا. رجال الامن كانوا كيعاونوا غير في الاورغانيزاسيون زعما، والحمد لله زعما راه تعاوننا في وجده وخدمنا كاملين، وداز اعتصام جميل جدا صراحه. دونك انا كنتظروا ان في الرباط تكون نفس الحاجه، مالوغوزمون تمنع، ما فهمناش علاش. مرة أخرى هادشي ولات قاعدة، وكي ما خصناش نسكتوا عليها، ما خصناش نولفوها. الطلبة اش كيديروا؟ راه كيوقفوا كيعبروا على الصوت ديالهم، كيعبروا على المطالب ديالهم، كيعبروا على القهر ديالهم. واش كتظنوا أن شي واحد غيبغي يخرج يبات في الزنقة؟ غير هكاك. واش الطلبة غيبغيو يمشيو يباتوا في الزنقة؟ طالب وطالبات، راه معنا تبنات وآباء وأمهات، ناس خدامة غدا وجاية تعتصم مع أولادها. يعني شنقول لكم، هادشي يحز في النفس. وأنا ما كنعاتبش رجال الأمن، أنا كنعاتب الناس المسؤولين مورا هادشي باش ما يتحلش هاد الملف والملف مازال مطول. راه أنا كنرجعوا للأصل ديال المشكل. أصل المشكل ماشي هو هاد المنع، المشكل راه ماشي هو المنع، المشكل هو علاش أنا خارج، المشكل هو علاش أنا خارج، وعدم جدية المسؤولين في حال حالة الأزمة. الطلبة ملي كيشوفوا هاد الصراحة أنا سمعتهم، الطلبة كون بغاو يهاجروا كون هاجروا قبل، ولكن بعد هاد القرارات اللي كتخاد في حقهم، في حق الممثلين ديالهم، في حقهم هما، من العقوبات اللي جراو عليها، اللي طردوه، اللي عطاوه زيرو، اللي ضغطوه، راه الطلبة ما كيبقاوش يبغاو يبقاو هنا. وهادشي راه كيضرنا في قلبنا. شوف أنا المغاربة حاقدين على هاد التكوين في المغرب، باغيين يهاجروا، باغيين يمشي، راه هادشي راه كيضر في الخاطر. ما اش نقول لكم، ما بقاوش عندي حتى الكلمات. الطلبة راه عاودوا من مور المقترح ديال شهر 6، داروا إضراب، امتحانات ديال الدورة الربيعية بدورتيها الآتية الاستدراكية، والطلبة هنا كاملين تيقول لك راه إهانة هذه أنك تقدم المقترح في شهر 6 لحل ترقيعي كان يقدر يجي في شهر 2، ولكن هما ما داروش هذا الحل هذا، ومشاو بهدف أنه ما عطاوناش حلول واضحة. حنا طالبين بحلول واضحة وإنصاف هاد الدفعات، هاد الناس هادو راه خيرة أبناء الوطن، راه غير أطباء هادو، شكون هما هادو اللي غدير لهم بحال هكا وتمنعهم من الاعتصام وتجري عليهم وتسد لهم الكليات؟ راه غير طلبه وكاملين وطنيين، وكلهم جايين هنا وهازين الصور الفوتوغرافيه ديال صاحب الجلاله، لاننا كاملين باغيين نخدموا الرؤيه الملكيه ديال الرعايه الشامله والحمايه. حنايا ما يمكنش نتعرضوا ديما للقمع ونبقاو ساكتين، حنايا بغينا غير مستقبل واضح كباقي الطلبه، ولهذا كنناجدوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس على انه انصاف هذا الشعب، انصاف الطلبه، ما يمكنش نبقاو حنايا ساكتين.